تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعرب فيها عن الأسمى وخالص التهاني لجلالته بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على جلالته باليمن والبركات وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسعادة والوئام.